أهلا بحضراتكم مرة ثانية، لسه معاكم من خلال استاد الأهلي. وبعد ما تابعنا هذه التصريحات للسيد غانم الهجري رئيس مجلس إدارة نادي العين الإماراتي، واللي اتكلم زي ما حضراتكم تابعته عن حبه لنادي الأهلي ومن محبي ومن مشجعي النادي الأهلي، واتكلم عن الصفقة الأخيرة اللي تم الانتهاء منها بانتقال حسين الشحات من الدوري المصري إلى نادي العين الإماراتي على سبيل الإعارة. بنتمنى له كل التوفيق طبعا في تجربته مع نادي العين الإماراتي، واتكلم عن هذه الحفاوة وهذا الحب الكبير للرياضة المصرية والفرق المصرية وعلى وجه التحديد للنادي الأهلي خلال تواجده هناك في الإمارات واستعداده لهذه المباراة، مباراة السوبر المصري. معانا على الهاتف زميلنا السابق في قناة النادي الأهلي والإعلامي المقيم حاليا للعمل في دولة الإمارات، زميلنا الإعلامي عماد يوسف. زميلنا الإعلامي عماد يوسف، مساء الخير وأهلا بيك. اهلا بيك، ازيك يا محمد وكل مشاهدينك؟ الحمد لله على سلامتك وتواجدك للشاشة. الله يسلمك. الله يسلمك يا عماد، بشكرك جدا وسعيد بمشاركتك معانا. انا طبعا اسعد، وطبعا بسلم على الكبار يعني اساتذتنا الكبار استاذ عصام سالم، زي ما بيقولوا يعني لا يفتى ملكا في المدينه او ملك الامارات، خلي بالك، والاستاذ عصام طبعا عبد المنعم استاذنا الكبير يعني. بشكرك على يعني كلامك الجميل، وعايزين نعرف منك تفاصيل اكتر عن الاجواء هناك، الاستقبال، الاهتمام الاعلامي الرياضي في الامارات بوصول بعثه الاهلي وبعثه المصري ايضا واستعدادهم لمباراه السوبر، يعني حجم الاهتمام والمتابعه الاعلاميه والصحفيه الرياضيه للحدث بشكل عام والجماهيريه طبعا. طبعا مباراه الاهلي والمصري او مباراه السوبر المصري تحديدا في اهتمام اعلامي كبير جدا، سواء على مستوى الجماهير او حتى على مستوى الصحافه ومستوى الاعلام. لا يخفى على الجميع كره القدم المصريه تحديدا بتحظى بشعبيه كبيره، سواء للاهلي او الزمالك او حتى الانديه الاخرى زي المصري. كابتن حسام تحديدا لو هنبدا نتكلم مثلا على نادي المصري اللي هو كان البادئ في القدوم الى ابو ظبي، والنهارده صباحا توجه الى العين واقيم اقام فعلا في مقر اقامته في العين. حفاوه كبيره جدا، كابتن حسام وكابتن ابراهيم حقيقه عندهم شعبيه كبيره في الامارات، لعبوا قبل كده هنا بيجوا كتير، جمهور الاماراتي والعربي عارفهم بشكل كبير، وعندهم طبعا شعبيه كبيره حتى من الجمهور المصري اللي بيشجع الانديه المختلفه. الامور بالنسبه لهم كانت مستقره جدا، وصلوا النهارده العين من ابو ظبي ان هم جايين قبل الاهلي بيوم، اتمرنوا النهارده في تمام الساعه 8 مفيش اي اصابات، الامور كلها جيده. شفت التمرين في حاله يعني اصرار كبيره جدا وتركيز عالي جدا من لعيبه النادي المصري في الجهاز الفني، وواضح يعني هيبقى في شغل قوي جدا هيكون يعني معمول في الملعب. كابتن حسام اتكلم، عمل محاضره، كابتن حسن عمل محاضره لعيبه النادي المصري قبل المباراه، قبل للاسف التدريب وبعد التدريب، ودايما كان انهى التدريب النهارده وبالامس في فقرة كده لضربات الجزاء عشان المباراة لو راحت دي الضربات الترجيحية. النادي الأهلي طبعا حفاوة كبيرة جدا، جمهوره كبير، ومن المتوقع طبعا يعني يملأ جنبات استاد هزاع بالزايد، جمهور الأهلي بشكل وبنسبة كبيرة جدا متواجد، الجمهور أينما ذهب النادي الأهلي سواء في مقر الإقامة أو حتى في التدريب. النهارده التدريب أيضا كان قوي، أبرز اللعيبة الكبار كانوا النهارده في النادي الأهلي في حاله ريكفري، اتمرنوا بشكل مختلف لان هم كانوا لاعبين مباراه الزمالك. كابتن حسام خد المجموعه الاكثر اللي ما كانتش لعبت مباراه الزمالك، هي كانت بره السكور او حتى شاركت بنسب في المباراه، كان عامل شغل تكتيك كبير جدا. في طبعا اهتمام بعد نهايه التدريب حضور بعض الجماهير للتدريب وايضا لمقر الاقامه زي ما قلت لك ان في. طب خليني اسالك كمان عن نقطه عايزين نعمل فيها مقارنه سريعه بين الفريقين وموقف الجهاز الفني للاهلي بقياده كابتن حسام البدري وللمصري بقياده كابتن حسام حسن. احنا عرفنا من زميلنا محمد سعيد مراسل قناه الاهلي ان كابتن حسام البدري بيحاول ان يحيط الفريق وتدريباته واستعداداته الفنيه باكبر قدر من الكتمان والسريه وصولا للحظه اعلان قائمه المباراه والتشكيل وطريقه اللعب اللي هتبان خلال المباراه نفسها. هل الكابتن حسام حسن بيتعامل مع الاستعداد وفتره الاستعداد للبطوله للقاء السوبر بنفس الاسلوب ولا بيتعامل بمنهج مختلف؟ لا بنفس الاسلوب، لان حتى كابتن حسام حسن يعني هي طريقته كده انه دايما بيحب يبقى قافل على الفرقه بشكل قوي، حتى ربما يوم المباراه التشكيل بيطلع في اللحظات الاخيره دايما. المباراه دي هو مركز بشكل كبير، ويعني نفس الناس مفيش حضور للاعلام، لان برضه خليني اقول لك ان يعني جموع الصحفيين المصريين لسه واصلين النهارده، فهم ما لحقوش لا
تابعوا التدريبات بتاعت الاهلي ولا تدريبات المصري، فاعتقد الجزء اللي هيكون مسموح لهم هو التدريب الرئيسي غدا على هالزعم. يعني الضغط الاعلامي على الاجهزه الفنيه وعلى الفريقين هيبدا من بكره ان شاء الله، اعتقد كده. بس هو الجهاز الاداري سواء للنادي الاهلي بقيادة كابتن سيد عبد الحفيظ، وطبعا بتعليمات الكابتن حسام البدري، او حتى في الجانب الاخر من الكابتن ابراهيم يوسف ومعاه كابتن وليد بدر وحسام حسن، في تعليمات صارمه جدا وشديده جدا بعدم يعني تواجد اي حد حواليه الملعب، لان انت عارف يا محمد في التوقيت ده الشغل التكتيك بيبقى اكتر، حتى ليله المباراه وطبعا اساتذتنا الكبار موجودين ويتكلموا، في ليله المباراه دايما بتبقى الامور كلها اغلبها محسومه بشكل كبير، خلاص الموضوع يعني بدا يعني في كل مدير فني بقى عارف ايه الطريقه اللي هيلعب فيها. وخلي بالك هو بشكل كبير هو يعني الاهلي والمصري هو كتاب مفتوح سواء لينا سواء للاثنين مع بعض، بس كل واحد بيحاول ان هو يعمل جمل مختلفه، يحاول يبدا في لعيب ممكن يكون في التشكيل بشكل يعني مختلف أو مفهوم، يعني بيبقى في مساحه طبعا للتغيير او المفاجات الخاصه بالمباراه نفسها، لكن في اطار طبعا معروف عن الفريق بشكل عام خلال الفتره اللي فاتت. اللي شفت انا شفت التدريب، شفت التدريب المصري بالامس والنهارده وتدريب الاهلي النهارده، يعني بشكل كبير الامور محسومه ومعروف ايه اللي ممكن يحصل، بس هيتبقى التكتيك وطريقه اللعب وهيقضوا بعض ازاي ومين اللي هيبدا بالمبادرات. بس انا اللي شايفه بتوقع ان المباراه هتكون قويه جدا وهتكون صارمه جدا على المستوى التكتيكي. اللي لاحظته قوي يمكن يا محمد في التدريب الكابتن حسام البدري والكابتن حسام حسن، ان كل لمسه او كل همسه في التدريب بيوقف التدريب ويبدا يشتغل عليها، لا نغير دي، لا يعني في حاله تركيز شديده جدا. الجانب الخططي في تركيز كبير قوي عليه على الالتزام بيه من الاجهزه الفنيه. مظبوط، حتى على طريقه يعني لما تشوف اللعيبه طريقه تركيزهم اكنهم في التدريب بيلعبوا مباراه يعني رسميه قويه جدا، كله مركز، محدش بيهزر، حتى ما في كوره استغربتها في تدريب المصري بالامس تحديدا، ان الكوره خلاص خارجه وطالعه اللاعب المصري بيقاتل عليها وبيعمل تكتيك عشان يلحقها، بتحس ان في شراسه في ان كل لاعب عاوز يثبت للمدير الفني ان هو يكون موجود. وطبعا في المقابل الاهلي يعني زي ما قال حدث ولا حرج، يعني تدريب قوي وشكل يعني شرس جدا، ان كل واحد عايز يثبت ان انا موجود وعايز اتواجد، بس زي ما قلنا التشكيل الرئيسي سواء في المصري او في الاهلي موجود، ممكن يكون في تغييرات هتكون طفيفه وبسيطه الا لو المديرين الفنيين الاثنين هيفاجئونا في حاجه مختلفه او حاجه معينه، لكن اعتقد من التدريب بتاع النهارده تحديدا ممكن الاهلي زي ما قلت لك يعني اللعيبه كانوا مريحين، الاساسيين كانوا ريكفري، الباقي هم اللي اشتغل معاهم بالظبط الكابتن حسام البدري، بس واضح ان هتبقى خطوط اللعب مقفله جدا، الاثنين عندهم رغبه قويه جدا ان كل واحد يحسم اللقاء لصالحه. اكيد طبعا، اكيد في رغبه طبعاً في الفوز بالبطوله وتركيز، ويعني ملاحظتك ان في اهتمام كبير على الشغل الخططي خلال التدريبات والاستعدادات، وان هيكون واضح حسب كلامك طبعا لانك متابع من موقع الحدث ان في التزام كبير بيها مفروض على اللاعبين من الاجهزه الفنيه في الايام اللي بتسبق اللقاء. خليني اقول لك ابرز تصريحين من الجانب المصري، ان اعتقد الاهلي مغطينه بشكل رائع، يعني اتفضل عماد المندوب مدرب حراس مرمى المصري ابرز كلمه قالها لي، قال لي احنا بنلاعب فريق كبير جدا النادي الاهلي وعنده عناصر في منتهى القوه، يعني انا بكلمه مين ابرز اللي يعني عامل لهم حساب، قال ان النادي الاهلي ميزته في ان عنده جهاز فني محترم جدا وعنده عناصر كلاعبين عندهم خبره وعندهم ثقل كبير في الملعب، وقال انا هثبت لك ان النادي الاهلي عنده لعيبه كبيره، قال لي يعني النادي الاهلي هيقرر لعيبه معاره، لعيبه كتيره جدا زي مؤمن زكريا وغيره من اللعيبه، فقال لي لما تشوف فريق بحجم النادي الاهلي بيطلع لعيب زي مؤمن اعاره يبقى شوف بقيه اللعيبه عامله ازاي. كابتن ابراهيم حسن قال ان النادي الاهلي ده تصريح كان رسمي حتى ليا النهارده امبارح بالامس، قال لي ان النادي الاهلي نادي كبير جدا عنده مقومات البطوله، ده شيء طبيعي واحنا عارفين ان الكره تبقى شرسه جدا جدا جدا، وانه بيمتلك مجموعه من افضل اللاعبين اللي موجودين في مصر على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، هو قال ان معاه جهاز فني محترم واشد الجهاز الفني، وتقريبا كابتن حسام حسن كان نفس الكلام، وقال ان احنا مركزين قوي لان عارفين ان كل يوم هنلعب سوبر، يعني النادي المصري كل تفكيره كابتن حسام حسن اعتقد ده حتى كلامه للاعيبته انكم مش كل يوم هتيجوا تلعبوا سوبر، فان دي فرصه لازم اللعيبه تستغلها بشكل كويس. قتلوا عليها بشكل يعني رهيب جدا، تقدروا مفهوم
يعني تعملوا حاجه. انا بشكرك جدا عماد، بشكرك جدا على مشاركتك معنا، زميلنا الاعلامي عماد يوسف من الامارات، بشكرك شكرا جزيلا على هذه التغطيه وهذه المتابعه، وكمان يعني كل التفاصيل